في المواضيع الخاصة بالنادي الأهلي وما حدث خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا في النادي الأهلي. طيب، دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنحاول على قد ما نقدر نقول لحضراتكم الحقائق كاملة، نقول لحضراتكم الحقائق كاملة. طيب، بالنسبة لموضوع أحمد فتحي، وبرضو أعتقد أو أتمنى أن المفروض أن الموضوع ده يكون لآخر مرة بنتكلم فيه، لأن أحمد فتحي أصبح لاعبا في نادي بيراميدز بناء على الإعلان اللي أعلنوه امبارح نادي بيراميدز على صفحتهم الرسمية، وقالوا أن الجوكر هو أحمد فتحي سيكون متواجدا في نادي بيراميدز بداية من الموسم القادم. الموسم القادم إمتى؟ لما يجي بقى الموسم القادم، ولكن أحمد فتحي لاعب في النادي الأهلي حتى نهاية هذا الموسم، وبعد نهاية هذا الموسم سيكون لاعبا في نادي بيراميدز. خلاص، الموضوع أعتقد كده انتهى. ولكن خليني أتكلم مع حضراتكم في بعض التصريحات اللي الناس اتكلمت فيها امبارح وأول امبارح، وهي تصريحات غريبة جدا. يقول لك إيه؟ أصل النادي الأهلي كان بيضغط على بيراميدز علشان يخلوا أحمد فتحي ما يلعبش في نادي بيراميدز ويرجع النادي الأهلي تاني. طيب، خليني أقول لحضراتكم معلومات، وخليني أقول لحضراتكم بعض الكواليس فيما حدث خلال الفترة السابقة في موضوع أحمد فتحي. زي ما حضراتكم عارفين، أحمد فتحي طلبت لجنة التخطيط ان هي بناء على تقرير الجهاز الفني ان هو يكون متواجد في النادي خلال الفترة القادمة. طيب، حصل ايه؟ لجنة التخطيط عملت ميعاد مع احمد فتحي، الاول اجله عشان ما كانش متواجد في القاهرة، الثاني اجله عشان ما كانش متواجد في القاهرة، الثالث قعد 4 أو 5 ساعات ثم طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض النادي الأهلي، ثم في بعد انتهاء المهلة كابتن احمد فتحي قرر كابتن أحمد فتحي قرر أن هو لن يستطيع أن يكمل، أو ستكون هذا الموسم هو نهاية عقده مع النادي الأهلي، ثم سينتقل إلى نادي آخر. بعد هذا الاجتماع لجنة التخطيط وجهت أو تمنت التوفيق للكابتن أحمد فتحي فيما يراه مناسبا في مستقبله خلال الفترة القادمة، وشكرته الحقيقة على 12 أو 13 سنة من العطاء والجهد خلال وجوده في النادي الأهلي. الموضوع انتهى بالنسبة للنادي الأهلي عند هذه النقطة، الموضوع انتهى. طيب، هل الموضوع اتفتح بعد كده داخل النادي الأهلي؟ اللي حصل بعد كده ايه؟ ان هناك بعض الأمور، او اعتقد ان كان هناك، انا معرفش على الجانب الآخر ايه، ولكن انا بتكلم على النادي الأهلي. لما تبقى قاعد في قاعدة حصل ايه؟ ان انت لما بتيجي تتكلم بتتكلم على، وهنا انا بتكلم على كابتن خطيب وعلى لجنة التخطيط، هل لجنة التخطيط وكابتن خطيب فتحوا موضوع احمد فتحي مرة تانية؟ لم يتم فتح موضوع احمد فتحي سواء من اليمين او الشمال، سواء من قدام او من اي حتة. بعدما انتهى وبعدما أقرت لجنة التخطيط أو تمنت لجنة التخطيط للكابتن أحمد فتحي التوفيق، الموضوع اتقفل بالنسبة للنادي الأهلي،